السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأحسن عاقبتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه غبر الميامين، وعلى عباد الله الصالحين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل أن أبدأ بالحديث، أود أن أصحح ما ورد في الإعلام أن أحد وكلاء السيد وهو حمزة الديري، طبعا حمزة الديري لم يكن في يوم من الأيام وكيلا للسيد، كان شرفا له لو كان وكيلا ولكن لم يكن وكيلا في يوم من الأيام. نعم، هو مقلد للسيد ومحب وعاشق و يتشرف أنه يختفي أثر هذا السيد المبرور الحقيقة. السيد تحدث جزاه الله خير من قبل أخونا أستاذ علي في الشعر، أتوا على الكثير، بل يعني يعجز الإنسان بماذا يتحدث، يحار هذه الشخصية حقيقة، يحار لا تدري أين تتحدث. حينما تحدث السيد ذكرني بأشياء كثيرة، نقاط كثيرة تحدثنا، ذكرني بعلاقة الشعب الوحيد. يعني السيد علاقة خاصة جدا جدا بالشعب الوحيد، ورفع أستطيع أن أقول كل النخب في البحرين هو الذي خلقها، هو الذي صنعها، فضلا عن حضوره في المواسم الثقافية في الجمعية الإسلامية، ولم يتوقف عن المجيء لحضوره في المواسم الثقافية إلا حينما تصدى هذا النظام الظالم الفاسد المتغطرس، حينما تصدى له في محاولة اغتيال، اكتشفت في الجمعية، كان أحد رجال المخابرات يحمل مسدسا، واكتشف اكتشفه الحضور وفر من الجمعية. تلك اليوم أو ذاك السنة، ذاك الموسم كان آخر موسم للسيد يأتي إلى البحرين. للأسف الشديد، هذا تاريخ هذا النظام، هذا تاريخ هذه العائلة. وأذكر يومها وساعتها في تلك الليلة في نهاية البرنامج، كان لأن ختم البرنامج تلك الليلة، خلاص آخر برنامج الجمعية الموسم، كانت كلمة لسماحة آية الله الشيخ عيسى حفظه الله، أذكر كلمات منها: إن لم تكن النص فهي قريبة من النص. كان يخاطب النظام: إذا أردتم لغة الدماء فنحن على استعداد أن نعطي أنهارا من دماء. ذاك اليوم، لهذا هذا النظام يعرف على الشخصيات، يعرف النوعيات، يعرف منهم شيخ عيسى بن فاس. هذه كلمة
هذه كلمتي. بس فعلا قلت لكم هذا الإنسان يعني يكفي أقول أنه هو الفقيه الوحيد اللي بإمكانك أنت المقلد ماله ترفع السماعة، وأي إنسان حتى غير المقلد ماله ترفع السماعة وتتكلم وياه بالهاتف. ما في طلع لي فقير مع كل احترام وجداني، أنا لا أساوي شسر نعلم فقير من فقرائنا، لكن هذه حقيقة. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله
ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لكن يوم كنا قدمنا كنا نحتاج إلى ذلك اليوم وإلى يومنا هذا. وسنبقى نحتاج إلى هذه الآية كما قال السيد، طالما نحن في ظل هذا الطغيان، طالما نحن نواجه هذا النظام الفاسد الطاغي، نحتاج إلى أن نتشبث وأن نترفع على هذه الآية، أن لا نخشى إلا الله تبارك وتعالى، أن لا تأخذنا في الله إلا وفي الله. نلتقي في هذا المكان الطاهر، نحيي الذكرى الثانية لرحيل رمز من كبار رموز الطائفة وعلم من أعلامها سماحة المتجر آيت الله السيد محمد حسين فضل الله قدس سره. وليس لنا إلا التسليم لأمر الله سبحانه والخضوع لإرادته والرضا بقضائه، ولله في خلقه شؤون. لو كان بيدي أن أفعل شيئا لفديته بعمري، لأن وجوده خير من وجودي، وحاجة الأمة والإسلام إليه أكثر من حاجتهما إلي. ولكن لا نملك إلا أن نردد مقولة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: رضا بقضائك لا معه لسواك. إن هذا الرجل العظيم ليذكرني بجده إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، حيثما أثله في المظلومية. فذاك الإمام كفر وشتم على المنابر، وهذا حفيده وتلميذه كفر وشتم على المنابر وفي الفضائيات وفي كل مكان والمواقع الإلكترونية، ونعت بالطار المضل. والنتيجة كما قال أحد الأدباء في علي عليه السلام: ليس لكن من نص، لكن ما معنى ما عساني حينما عُتب لما لا تمدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ قال: ما عساني أن أقول في رجل أخفى فضائله أعداؤه حسدا، وأخفى أتباعه فضائله خوفا، وخرج بين المخافتين ما ملأ الخافقين. فضل الله أصبح الإنسان لا يستطيع أن يذكر اسمه في كثير من المحافل، خصوصا للأسف الشديد في الحوزات العلمية. هذا من مآسينا، من تخلفنا، تجد تخلفنا ومآسينا من الحوزة العلمية. وهذا للأسف هذا الذيلان شهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، حورب وقتل من الحوزة العلمية. أصبحنا نخاف نذكر سيد فضل الله في حوزة من الحوزات أو في مكان محفل من المحافل العلمية. تكبر، مرتكب جريمة أنت تذكر سيد فضل الله. يروح عن الحد المرشدين يهاوشون الحجاج: ليش تقتل فلان؟ عمالك باطلة يا حجب. هذا
لهذا، لكن وش مقابل لا محلول؟ أكثر ما سمعت لنا أكثر يعني أعظم وأقوى كلمة تدل على تألمه وعلى يعني ما يحمله في نفسه، قال أشكوهما إلى جدة الزهراء. ما شتم جدلهم ولا كفرهم ولا كذا، قال أشكوهما إلى جدة الزهراء. هذا أقسى كلمة سمعت منه. فلذلك دائما يقول الله مهد قومي فانهم لا يعلمون. وهذه المقوله تنطبق على الحفي ايضا، ان رغم اي الحمله الشعواء التي قالها فقهاء والى يومنا حتى بعد موت الان الناس تتشدى وتطيل عليهم، حتى أختصر مقولتي أكتفي بأن أذكر أو أقرأ عليهم وإن أنا أعطيت حضرتها عليهم ما قاله الرئيس سليم الحص في حق هذا الرجل، وما قاله سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد القاسم حفظه الله في حق هذا المرجع. الرئيس سليم الحص يقول: السيد محمد حسين فضل الله رجل كبير من رجال الدين في لبنان، ليس ضليعا في الفقه والاجتهاد فحسب، وانما هو ايضا رجل كبير من رجال الثقافه الواسعه والفكر العميق في شتى المجالات، وهو مرجع من مراجع الموقف السياسي والمتبصر الحصين المسؤول. ولعل أهم ميزات السيد المفكر أنه واسع الإحاطة في نظرته إلى الأمور، فهو ليس ممن إذا وقع بصره على الشجر زادت بصيرتهم عن رؤية الغابة. إن فكر السيد محمد حسين فضل الله ينضح بحقيقة الرجل، فهو لبناني مخلص في تفكيره وتوجهه، وهو وطني ملتزم في إحاطته واهتمامه، وهو عربي بانتمائه وتطلعاته، وهو مسلم في سلوكه وإيمانه، وهو فوق كل هذا إنسان كبير. يأنس ذلك كل من تعرف إليه أو تعامل معه، وكل من جالسه وحاوره، وكل من قصده في شأن أو أمر، إنه إنسان كبير في تواضعه مع الناس وتعاطفه مع عواطفهم وتفهمه لشجونهم، وهو صديق كبير لمن يريد مصادقته. هذا ما يجعل من السيد طاقة وطنية كبيرة لا بد من الاستفادة الموجودة كان في حياة الطلبة في تحصين الساحة الداخلية وتطوير معطياتها نحو الأفضل. أما آية الله الشيخ عيسى حفظه الله فقال هذا الكلام في بمناسبة رحيل المرجع، يقول حفظه الله وأبقاه ذخرا: رحل السيد وترك وراءه ساحة عربية وإسلامية وعالمية مليئة بالتحديات التي تحتاج إلى الكثير من الكفاءات العالية والرجال المؤمنين المخلصين. وقد خاض السيد غمار الساحات الثلاث جهادا صلبا على خط الله وبهدي مدرسة أهل البيت عليهم السلام، بإرادة الرجل المؤمن القوي وعزمه الممضى وقصده العظيم ونيته السليمة
وقلبه المحب ونفسيته المنفتحة ورؤيته الإيمانية ورفضه للظلم وعشقه للعدل ونفسه الطويل الصبور وأمله الكبير وثقته العالية وتوكله على الله وإخلاصه للإنسان ووفاءه لدوره الخلاقي في الحياة وهمته الرسالي وهمه الرسالي وتطلعه لما عند ربه. لقد خاض فضل الله غمار الساعات الثلاث بكفاءة وصبر وثبات ويقين ولم يدبر في هذه طوال السنين. ولقد كان خندقه دائما خندق الإسلام والمستضعفين وقتاله لجبهة الظلم والطغاة والمستكبرين. التفتوا لمن القائل، من المتكلم؟ آية الله شيخ عيسى عبد القاسم، وهو ممن تعرفون أنه دقيق ويحتار في كل كلمة يقولها في حق الإنسان، لا يجامل ولا تأخذه في الله يوم القيامة أبدا، في كل كلمة ينتقيها بدقة. انظروا تعبيرات عن حتى عن هذا النظام الفاسد، عن الحكم الذي يختار الكلمات بدقة متناهية، ليس فقط من باب التأدب ومن باب السياسة ومن باب من باب الشرعية والميزان الشرعي. رحمك الله، رحمك الله يا فضل الله في الخالدين مع أجدادك وساداتك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وأسأل الله أن يجعلك عنده من الشفعاء ويرزقنا شفاعتك. والفاتحة إلى روحي وأرواح من مات من مراجعنا وفقهائنا وعلمائنا، وإلى أرواح الشهداء الأبرار وأموات المؤمنين، تسبقها صلوات على محمد وآل محمد سيدنا الطاهرين. هي قصائد
لسماحة السيد فضل الأمر كقصيدته إلى ولده تتضمن قوله: يا صغيري سوف يمضي العمر فيما ليس أدري، وستمشي في خضم الدهر في مد وجزر. أو قصيدته المعنونة بعنوان الأساليب القديمة التي منها كأساليب قديمة كحكايات أبي جهل الجليل إلى آخرها. الآن نستقبل الشاعر الأستاذ شرف الدان للصلاة على محمد وآل محمد.